تسبح على عمق 3 كيلومترات في قاع المحيط. لا تسألني كيف وصلت إلى هناك، سيرني وحسب. الجو بارد والضغط عال جدا، فلا تتراءى أمامك أي أسماك. ومن ثم ترصد جسما أخضر لامعا، إنه سمك قرش قالب الكعيكة، تشع رقبته في الظلام لجذب الأسماك وغيرها من المخلوقات الشهية. لا يبدو هذا القرش ضخما ومروعا، فهو صغير بحجم القطة تقريبا، بل هو بحجم القط وجسمه بني وعيونه خضراء واسعة. لكن قد تكون المناظر خداعة، ففي كل ليلة يصعد هذا المخلوق إلى السطح ويصطاد أسماك القرش البيضاء العظيمة والحيتان وسمك أبو سيف حتى. إن دققت النظر سترى فما مستديرا مليئا بالأسنان الحادة، ولا يعض فحسب، بل إنه بمثابة منشار. يسمى بقرش قالب الكعيكة لأنه عندما يرى شيئا لذيذا يعضه ويترك آثارا شبيهة بقطمة الكوكيز. أسماك القرش هذه معروفة بقدرتها على تعطيل الغواصات، يا ترى كيف مذاق الغواصة؟ سمك القرش التالي بطول سيارة، لم نشاهد سوى 100 من هذا النوع، لكن إن قابلت أحدها لن تنساه أبدا. للقرش فم ضخم، أقصد فم هائل، مثلي تماما على ما أظن، ويسمى القرش عظيم الفم. يمكنك بسهولة الدخول فيه إن انكمشت على نفسك، لكنه ليس خطيرا، أقله ليس بالنسبة للبشر. يتغذى عبر السباحة وفمه مفتوح، ويصفي العوالق وغيرها من المخلوقات التي تعيش في أعماق البحار. لسمك القرش أعضاء خاصة داخل فمه تشع في الظلام وتجذب القشريات، يسبح عميقا في المحيط في الظلام الحالك، ومؤكد أن ابتسامته جميلة. يملك القرش الدراس جزءا ضخما في جسمه، إنه الذيل، وهو بنصف طوله الكلي تقريبا، ويبدو كشفرة مروحية. إنه من الحيوانات القليلة التي تصطاد باستعمال الذيل. يتسلل سمك القرش ناحية سرب من الأسماك ويبدأ في هز ذيله، وبذلك يثير رعب بعض الأسماك، وهذه خطته بالضبط. عند الضرورة القصوى يمكنه أيضا استعمال ذيله للدفاع عن نفسه. أفضل شيء في هذا القرش أنه لا يهاجم البشر. قرش الملاك. ثم مختلف الأنواع من قرش الملاك، لكنه يبدو أشبه بالقرش أكثر من الملاك. جسمه منبسط كأسماك الراي اللساع، وجلده مغطى بأنماط تساعده على الاختفاء في قاع المحيط. بفضل مهاراته في التمويه يحدث أن يلمسه الغواصون عن طريق الخطأ، الأمر الذي ليس فكرة سديدة، فهذه مخلوقات سريعة وتتمتع بفكين قويين، ومع ذلك فإنها تفضل مذاق الأسماك الصغيرة على مذاقك. لقرش القرن نتوآن شبيهان بالقرون فوق عينيه مباشرة، إنه بلا شك الجد في عالم أسماك القرش، ليس عدوانيا ويسبح ببطء شديد ويسهر حتى وقت متأخر من الليل. وجبتاه المفضلتان هما قنافد البحر والقشريات. يحرك زعانفه في قاع المحيط كما لو أنه يملك أرجل، لكن لا تستهن بقوته، فلديه واحدة من أقوى العضات من بين جميع فصائل أسماك القرش. يحتاج إلى تلك الأسنان القوية لكسر صدفات الوجبات اللذيذة في وقت متأخر من الليل. وإن حاولت إحدى الكائنات مهاجمته احترس، لأسماك قرش القرن أشواك حادة على زعانفها. وجائزة أبشع سمك قرش ستكون من نصيب القرش العفريت بكل سهولة. إن نظرت إلى مظهره الخارجي سيبدو لك غريبا جدا، وبحجم دراجة نارية وردية تحت المياه. لديه ذيل طويل وأنف طويل جدا، يعيش في أعماق المحيط ويحب أكل الحبار. ليس سريعا كأقربائه، لكنه يفوقهم مكرا بكثير. لديه تقنية سرية في صيد الحبار ومثيرة أيضا. يسبح سمك القرش العفريت خلف الحبار ويقترب منه أكثر فأكثر، لكن الحبار لا يبطئ من سرعته، لا مجال لذلك. يبدو كأن القرش العفريت لن يتناول أي غداء اليوم. ومن ثم يفتح فمه، فكه مربوط بثنيات في الجلد، مما يعني أنه قادر فعليا على إخراج فكه من فمه، وهو سمك قرش، مما يعني أن أسنانه حادة بالفطرة. تلك القبضة الإضافية تساعده في الإمساك بغذائه، وحينما ينتهي من وجبته يرجع فكه مجددا إلى فمه. شهدت أسماك القرش هذه عديد المرات على ساحل اليابان، وأطلقت عليه هذه التسمية في الحقيقة نسبة إلى العفاريت في الأساطير والقصص الخيالية اليابانية. لكن هناك شيء واحد أروع من قرش النينجا،
إنه قرش نينجا المضيء. تخيل أن هناك أنبوبا يمكنك التزحلق بداخله ليوصلك إلى قاع المحيط. المكان مظلم حالك ولا يمكنك رؤية أي شيء، وفجأة تشاهد نقطة مضيئة تتحرك في الجوار. تقترب أكثر فأكثر وتتجه صوبك. إنه رأس أزرق ومشع، والأدهى من ذلك يبدو كأن رأسه ليس متصلا بالجسم. لقرش نينجا المضيء جلد أسود، لذلك لا تراه في الظلام تقريبا. إنه بطول ذراع الإنسان، لكن لا يجب الاستهانة بأسنانه الحادة الصغيرة. لا أحد يعرف فعلا لماذا يشع سمك القرش، ربما لجذب الأسماك الشهية. تفيد نظرية أخرى بأنه يستعمل الضوء للتواصل مع رفاقه، أجل لديه أصدقاء. القرش أبو مطرقة. يمكن أن يصل وزن أسماك القرش الوحشية هذه إلى نصف طن. تعيش في المياه الاستوائية في جميع بقاع العالم، وهي من أسماك القرش التي يسهل تمييزها. تقع عيونها فعليا على جانبي رأسها الشبيه بالمطرقة، وهذا يعني أنه بإمكانها النظر في جميع الاتجاهات، حتى أنها تملك عضلات رقبة خاصة لرفع رأسها إلى فوق وتحت والرؤية بوضوح أكبر. ما هو طعامها المفضل؟ أسماك الراي اللسع، تلك المخلوقات الورقية التي تسبح على طول قاع البحر وتتماهى مع الرمل والصخور. تتمثل الآلية الدفاعية لأسماك الراي اللساع في التنكر والتماهي مع بيئتها، لذا صعب جدا أن ترصدها الحيوانات المفترسة، لكن عيون رأس المطرقة ترى كل شيء. يا خيبة المسعى. تعيش أسماك القرش الأبيض العظيم وأبو مطرقة وغيرها من أسماك القرش الكبيرة لحوالي 25 سنة، لكن هناك نوع يمكنه العيش أطول من ذلك بكثير. يمكن لسمك قرش جرينلاند العيش بين 300 إلى 500 سنة. يعيش في الأغلب في شمال المحيط الأطلسي والمحيطات القطبية الشمالية. يهوى السباحة في الأعماق حيث تخيم الظلمة، لذلك يستعمل أنفه لشم الطعام. بما أنه يقضي الكثير من الوقت هناك، فقد تعلم كيفية تحمل الضغط العالي. إنه من بين أكثر الأسماك الحية تعميراً وحجماً وبطئاً على وجه الأرض. تخيل فقط بأنك في رحلة إلى القطب الشمالي وترى قرش جرينلاند يتحرك ببطء عبر المياه الباردة حد التجمد، قد يكون أكبر منك بـ400 سنة. معظم أسماك القرش متعددة الغذاء، يمكنها اصطياد الدلافين الأخرى وغيرها من أسماك القرش والسلطعونات وقنافد البحر والأسماك الأصغر أو الأكبر حتى والنقانق. كلا، أنا أمزح بشأن ذلك. لكن قرش بونيثيد مختلف قليلا، يتغذى على الطحالب في معظم الأوقات. في الحقيقة إنه من أقرباء قرش أبو مطرقة، لكن رأسه يبدو ميالا إلى المجرفة أكثر من المطرقة. هل يمكننا الحفر به؟ إن رأيت هذا المخلوق يسبح في الأرجاء فقد تظن أنه ثعبان بحر أو دودة بحرية عملاقة. يهوى القرش المزركش السباحة في قاع المحيط مثل العديد من أسماك القرش. حينما يطارد مخلوقا لذيذا يتحرك مثل الثعبان نوعا ما. وعلى غرار الثعابين، يحب التهام غذائه دفعة واحدة، لكن هذا لا يعني أنه لا يملك أسنان. في الواقع يملك حوالي 200 سن مدبب وحاد. يتميز القرش النجار بأنف طويل ومسطح وحاد، لا تكف تلك الأسنان على أنفه عن النمو، وكل سن مجهز بمستشعرات كهربائية تساعد قرش النجار في استشعار الأسماك القريبة منه كما يفعل رادار السفينة. عندما يقترب من عشائه يسبح القرش ويضربه بأنفه ويلوح به كفارس يستعرض عضلاته. واعلم أن الوقت لن يسعفك للرمش بعينيك إن مر هذا القرش بجانبك. هل يمكنك رؤيته؟ والآن تعرف على أسرع سمكة قرش في العالم، قرش ماكو قصير الزعنف. يمكنه السباحة بسرعة 55 كيلومتر في الساعة. لا تبدو سرعة كبيرة على اليابسة، لكنها سريعة بمقاييس تحت المياه. أبطأ من الفهد، لكن أسرع من معظم الكلاب. إنه من ذوات الدم الحار، الأمر الذي يعد شديد الندرة في عالم البحار. يساعده ذلك للسباحة في الأماكن الباردة والبعيدة، حيث لا يمكن لسمك القرش العادي أن ينجو بحياته. يسبح سمك أبو سيف بسرعة أكبر، يمكنه السباحة بسرعة 90 كيلومتر في الساعة. ليس من أسماك القرش، لكنه لا يزال مخلوقا رائعا. لو رتبنا سباقا فستحتل سمكة أبو سيف المراتب الأولى، فهي ليست سريعة فحسب بل سريعة جدا، إذ تملك عضوا بجانب أنفها يضخ زيتا خاصا.
ينتشر هذا الزيت عبر أنفها ويخرج عبر ثقوب صغيرة. هذا الزيت المميز مقاوم للماء، الأمر الذي يسمح لسمكة أبو سيف بالانزلاق عبر المياه بمستويات عالية من السرعة.